السلام عليكم يا إخواني. العديد منكم يواجه مشكلة في رفع الفيديوهات على اليوتيوب أو رفع الفيديوهات إلى الفيسبوك. لماذا؟ بسبب أن حجم الفيديو يكون في بعض الأحيان كبير إلى غير ذلك. اليوم سوف أقدم لكم هذا التطبيق الرائع، اسمه فيديو كومبريسور. هذا ما هي يعني ميزته؟ هو يقوم بتصغير حجم الفيديو بدون التأثير على جودة يعني جودة الفيديو. يقوم بتصغير حجم الفيديو فقط. يفتح معك البرنامج بهذا الشكل، تضغط على import لفتح الفيديو، لتختار الفيديو الذي تريد أن تنقص من حجمه. أجرب مثلا هذا الفيديو في 42 ميجا. نضغط next، ثم هنا نختار small file high quality، ثم اضغط compress واترك هذه الاشياء كما هي. اضغط start، وهو الان يقوم بتصغير حجم الفيديو. سيعطيك بعض الاشهارات طبيعة الحال. تنتظر بالاعلى حتى تنتهي 5 ثواني، سوف تظهر علامة. إذن هنا يتم الآن تصغير حجم الفيديو كما ترون، 21%. إذا ننتظر حتى ينهي القيام بعملية تصغير حجم الفيديو. إذا كما ترون تم تصغير الفيديو من مساحة 42 ميجا إلى مساحة 12 ميجا فقط، يعني يقوم بتصغير الفيديو بشكل رائع. أما بالنسبة للحاسوب لدينا VLC Media، تأتي إلى هنا تضغط على ميديا في هذا المكان، ثم تنزل تضغط على كونفيرتي سيف. ارتدرت حتى VLC ميديا. هذا هو فلس تدرت سيدي، ستظهر لك هذه، تضغط على اد، وهنا تختار الفيديو الذي تريد أن تقوم بتصغيره. طام طرام طام، نختار هذا مثلا، نضغط اوبن فتح، تظهر هنا ترى، ثم تضغط على كونفيرتي سيف. ستظهر لك هذه القائمة الثانية، تترك هذه كما في الصورة، وهنا تختار المكان الذي سوف يعني يظهر فيه الملف بعد الانتهاء من تصغير الحجم. تضغط على كومبريس، تقدر تختار اخترت البلاصة اللي غادي تكني بين الفيديو الوقت اللي يكمل، كي الوقت اللي يكمل راح تطرح غي. اوكي، سنضع له علامة كي نعرف بأنه الذي هكذا. إذا غيك غيلة سكرني ستارت، نضغط على ستارت الآن يبدأ تصغير الفيديو. الآن يبدأ في عملية تصغير حجم الفيديو، تنتظره الآن فقط حتى ينتهي. بس استخدم غير يكمل. السلام عليكم. ستلاحظ سرعة كبيرة عندما ترفع الملف في هذه المواقع. ارمي الفيديو تذكرت لايك وارتجت الفيديو لك.